السلام عليكم، معكم لاجونس ديال الزهراء بالعقار في مدينه الناظور. اليوم احنا كنتواجدوا قبل هذا المنزل، هذا اللي كيتواجد في حي عريض لمدينه الناظور. منزل بجوج ديال الواجهات، كيتباع المساحه ديالو لتحت 100 متر كاري، الفوق كيعطينا تقريبا واحد 120 متر كاري. عنده دو فاصاد، الدخله هي هذيك اللي لقاو فيها واحد ليسباس، كاين الدروج على يدنا اليسار، كاين الكراج، كراج كبير عنده جوج ديال الرداوات على دو فاصاد، واحد على الواجهه الاولى وواحد على الواجهه الثانيه. الكراج فيه حمام، الدار راه ار بلس 2، كاين فيها لتحت بروميير ايطاج والدوزيام ايطاج. توتال فيها كلشي ديال 4 ديال البيوت، جوج ديال الصالونات، 3 ديال الحمامات، جوج ديال الكوزينات، كل طبق فيه مطبخ ديالو بوحدو، والكراج بالاضافه للسطح. بطبيعه الحال الدار راه عمرها ما تسكنات، بلاصه مزيانه نقيه كالم بالنسبه للسكنه العائله. الدروج كما كتشوفوا طالعين بالرخام، باسمانو ديال العود. كما قلنا الدار راها عمرها ما تسكنات، كما تبنات باقي عمرها ما تسكنات. الفوق هذه الفصاله كاين فيها الصالون، جوج البيوت، حمام وكوزينه، بحال هاد الطبقه بحال الطبقه الفوقانيه. الصالون كيجي في الوسط مفتوح، كوزينه، شراجم، كلشي على برا، لانه عندنا دو فاصات، 3 شراجم على الواجهه الاولى اللي فيها الباب، وجوج شراجم على الواجهه الثانيه. الدار راها ملكيه، دار ملكيه كتباع دو فاصات كما قلنا. يعني جنا نهاراً ويوم العرض نتا الداثا يتمنزن ذي عارض، نتا الداثا ذي عارض يجو مشاني الصباح غاستنين فتشاضث مشان كال سود ذي هما ديس 100 مترو سنجتي شانا تقريبا يجن 120 مترو شتو ورم ديس فوت بوركير كوازي مارا غاس غابارا ثلاثا نكوازي خفتشاضة ثم الزوار 8 جاثا واط ثنين نكوازي خفتشاضة وستنين ذيس المجموع كلشي ذيس 4 البيوت 3 دوتشات 2 صالون 2 كوزينات ذي الكراج، الكراج غا 2 طوغور يجي نخفض شاطا مزور تيجي نطواط خفض شاطا ويس 2 فانتورا مش توارا مغاس. المهم الدهثقة ثنقة فوارتي عماس واد الزغ كور ايطاج غاس تفسير تروحها مو شنو بروميير شنو الدوزيام ذي الصالون ذي روسيا زعما مش توارا مو كوزينة 2 بيوت ذي الحمام كوازيم مارا غبار تزقق هذا يرجبس وانت تيجي الباتيو ضم مزيان على حساب الفوت مع العلم تلقى دايس اثنين نفاتشاضات بيرو رد الباتيو ني نفع امشي نقيس الصباح الطاس ديال عريض يودسي كلشي ينقى السكنة العائلة كال ملكية تدات ملكية مش من 100 متر هذوما 120 سنج تقريبا دوزيام ايطاج اير بلس دو و الدوزيام ايطاج راه نتا دايس كوزين الناس صالون يعظم 2 بيوت دير حمام دا الناس اللي عندهم الغرض بهاد الدار هادي شافوا هاد الدار هادي عجبتهم ولا هما عندهم شي عقار بغاو يبيعوه ولا يديروا له التقييم او اللي يديروا الاشهار يتصلوا بنا على الرقم ديالنا 06 44 01 70 00 من نهار الاثنين حتى نهار السبت من 9 ديال الصباح حتى ل5 ديال العشيه. كاين السيت ويب ديالنا www.agencesarabie.com غتلقاو فيه كاع العروض ديالنا. الدار ملكية كما قلنا 100 متر لتحت 120 الفوق دو فاصاد. بالنسبة للثمن ديال البيع 168 مليون سنتيم، الثمن 168 مليون سنتيم. حنا بعداك نكون وصلنا لاخر الفيديو ديالنا، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع عرض جديد، ومن هنا حتى لتما كنقول لكم كما العادة الله يسهل على الجميع، الله يوفق الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.